تنفيذ توجيهات السيد محافظ نينوى المحترم وحرصا من مديرية الماء على إيصال الخدمات لكافة أحياء محافظة نينوى. باشرت مديرية الماء بمد شبكات جديدة في أحياء الساحل الأيمن متمثلة بحي رجم حديد والنبي شيد بالإضافة إلى منطقة الطوافة ومنطقة المطاحن، حيث العمل مستمر إن شاء الله من أجل سد النقص في الشبكات في الساحل الأيمن. وحرصا من مديرية الماء على إنجاز أعمالها، فقد باشرت بإشراف كوادرها الهندسية بتنفيذ هذه الشبكات، علما أن هذه الأعمال ضمن خطة الأمن الغذائي والمقرة من قبل محافظة نينوى. وإن شاء الله دائرة الماء مستمرة بأعمالها لحين إنجازها بأسرع وقت ممكن لتوفير خدمة الماء الصالح للشرب، وخاصة في الساحل الأيمن في محافظة نينوى.